كابتن عمرو الحديدي، مساء الفل. استاذ محمد، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي، الله يخليك. يعني النهارده انت طبعا مبسوط ويعني مزاجك حلو. حبيبي حبيبي طبعا. اصل النهارده مش فوز بس، اداء كويس، استقرار فني كويس، في عدد من اللعيبه مستواها مرتفع بشكل كويس. بص يا استاذ محمد، هنتفق على اربع خمس حاجات كانت موجوده في المباراه. السيناريو الاول هو طريقه اداء الناس وكل لعيبه النادي الاهلي، او كولر اقنع الناس ان النادي الاهلي غير متواجد في الشوط الاول. نسبه الاستحواذ 45 للنادي الاهلي، 55 انبي. الشوط الثاني هو نفس الفكر اللي نفذه هو في مباراه بيراميدز. برافو عليك. انا بتكلم مع استاذ محمد، انا عارف انك انت فاهم وقاري الكلام كويس قوي. نمره 2، طريقة اللعب اختلفت، ابتدى جس النبض اللي كان فيه فكر الكابتن طلعت، اللي هو اضغط من ناحية اليمين بأداء احمد عيد عشان اوقف خطورة ومهارة احمد عبد القادر، واضغط واقلل من كورسات علي معلول. ومن الجهة التانية انا ثبت لعيب ما كانش بيلعب في الجنب، جناح الشمال سترايكر ليفت، وهو مصطفى ديودار، عشان يضغط على هاني ومعاه حسين الشحات. تمام. وابتدى يدي محور ارتكاز فيرويد صريح هو محمد شريف وسط ثلاث لعيبه، عشان الكابتن طلعت بيلعب 3-4-3. ضيق عدم استحواذ لعيبه النادي الاهلي ان انا اشتغل من العمق بقياده سلية وقفشه وحسين وعبد القادر. مفيش حاجه واصله لشريف غير الكوره بتاعت اللي هو السرو باص اللي في العمق. اقدر اقول لعيبه انبي كويسين بس قلالات، أسوأ يعني تصرف قليل في التاريخ. الخبره شريف يا كابتن عمل أسوأ تصرف لمهاجم في التاريخ في الكوره السرو باص. ما انا بنقول اهو، يعني هو ما استغلش الفرصه يا كابتن. اللي هي ما ينفعش يا كابتن، ما اختلفناش يعني بصراحه. يعني انا بصراحه انا لو مدير فني هغيره. احنا مش هنمسكها دلوقتي، احنا بالقطعه. ما اقصدش نمسكها بالقطعه، بنتكلم لا يا كابتن على الشكل العام. بص يا فندم، الشوط الثاني بقى. طب بص يا كابتن، بس بقى. عشان نعم. احنا بنتكلم عن ظواهر المباراه اكتر من ما بنتكلم عن تحليل المباراه. تمام. فانا اقصد اقول لسيادتك ايه، انه انا النهارده مباراه زي دي في الاسبوع ال11، مش عارف الاسبوع ال11 يا شباب، ال12، في الاسبوع ال12 صح كده؟ تمام. يعني انت سيادتك 12 مباراه بتلعب و12 مباراه واخد فرص، والاهلي دلوقتي داخل في قصص كتيره جدا عشان يجيب مهاجم بسبب كره زي دي. هل يجوز يا كابتن اكون منفرد بالمرمى وانا مهاجم والكره تضيع بهذا الشكل يا كابتن؟ يعني انا ممكن اقول يا استاذ محمد، انا تركيز يا كابتن متراجع. ما هو مش هقول لك لا، ان انا ممكن اكون فرود التركيز والضغوط اللي حواليا وعايز اقنع الراجل بيا واقدم اوراق اعتمادي، حاجات كتير. اوراق ايه يا كابتن بعد 12 مباراه؟ انا راجل لا، بعد 12 مباراه 13 و15. ما انا هقول لك دلوقتي من ضمن الحاجات اللي انا بقولها، اوراق المباراه قفشه النهارده عمل رد للناس كلها، حط فلنت النادي الاهلي على دماغه من فوق وشاب لجمهور الاهلي وقال له أيوة، يعني بدنا نعمل الكلام حقكم عليا. ما على قفش، بتكلم على شريف. ما انا بقول لك ده نفس الموقف اللي كان مع افرض النهارده يا كابتن المباراه قفلت وخلصت 0-0، يبقى انت بتضيع فوز على فرقتك لان انت مش مركز. خد بالك شريف برضه، شريف برضه الحظ مش محالفك على في الصندوق يا كابتن. مش قصه حظ يا كابتن، اقصد بص يا كابتن، يعني حضرتك وانت مدافع لما تجي لك كوره زي دي وانت ما هتجيبها جول، انت لعيب كوره. لا انا اخلع الشبكه من مكانها، انا صح. عايز صح، حضرتك لعيب كوره، حتى لو انت باك هتجيبها جون لان طبعًا انت حساس. معقول يا كابتن مهاجم بينفرد في اول خمس دقائق بهذا الشكل ويضيع الكوره بهذا؟ يعني مش عايز انا إيه؟ عارف حضرتك ان اول خمس دقائق او اول سبع دقائق لو الكوره دي كانت طبعا يا كابتن، ماتش ده 4-0 في حته ثانيه، ماتش ده 4-0 ويفتح هتحطني في حته ثانيه. ده قصدي. طب الحاجه الثانيه، ايه تفسيرك لحاله الانبهار اللي بقت موجوده في عمرو السوليه واليو ديانج؟ هقول لك على حاجه، خد بالك ده الاهلي أنا قلتها بقى، هم بص قلب الاهلي بصراحه. انا قلتها قبل كده وبكررها تاني، اليو ديانج عرف ان مجلس الاداره مش هيفرط فيه، حتى لو جه عرض كويس في الفتره اللي جايه، انا رايح كاس العالم للانديه، انا محتاجك ركز، انا شايفك انك انت من الركائز الاساسيه، زي ما بتكلم عن الشناوي هتكلم عن ديانج، هتكلم عن عمرو السوليه. عمرو السوليه لظروف مرض بنته كان متصور والسوشيال ميديا كتبت لازم اكون مشتت، انا مع بنتي ولا مع الكوره ولا مع لا التركيز. ما هو الدانه طبعا ما فيهوش هزار طبعا، بالظبط
بيس بيأثر طبعا، بيأثر على التركيز. يختلف البني ادم 360 درجة بالتسديدتين اللي شفناهم في مباراة بيراميدز، بالاستحواذ بعمرو الصغير، صغر عمرو الصغير 20 سنة، بسم الله ما شاء الله، أداء وتركيز. طب أنا سؤالي بقى يا كابتن، هل هنا المدير الفني بيدي تعليمات واضحة؟ يعني أليو ديانج النهاردة عشان يخترق هذا الاختراق اكيد يعني 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 دي بتعليمات فنيه من المدير الفني، ان انت لما تستلم الكوره خش ودوس. ممكن اقول ولا ايه؟ ممكن اقول حاجه ولا دي فيجن منه؟ لا 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 لا، اقول لاستاذ محمد كل اربع طلعات لعمر اعمل انت واحده عنتريه. بيتقال كده المدرب بيقول آه كده؟ المدرب بيقول لك انت راجل بيجيد العاب الهوا، اطلع في كل الكور الثابته، لا في ضغوط عليا، لا اطلع في ثلاثه وخليك في اربعه، اطلع في اثنين وارجع في خمسه، انت بقى كدفندر مهاجم او ديفندر ثابت بتزيد تحت المهاجمين اللي هم الثلاثه الهافات مع الفرويد، سدد تمركز سليم، كل الكور الثابته استعمل العاب الهواء، انت بقى اقف يا عمرو اعمل واحده عنتريه يا ديانج وسط كل ده. خلي بالك يا استاذ محمد، مين اللي عمل السروب باص قفشه؟ عمرو السولية. عمرو السولية واللي ملعب كرة لديانج عمرو السولية. بص بص، يعني انت عملت دورين، الديفندر رقم 6 وصانع الالعاب رقم 10، عملت حاجتين في بعض. شوف انت حضرتك استاذ محمد شبانه بتشيد بلقطات الناس كلها مش واخده بالها. قالوا ديانج يا كابتن ده تجرؤ، خد بالك ده تجرؤ. يعني انت ايه تجرؤ بقى؟ ايه انا بلعب 6، خد بالك عمرو السولية بياخد شويه مساحه قدام وقاليو بيرد وراه بخطوتين ثلاثه. بالظبط، برافو عليك. فالنهارده لما السولية يباص، وبعدين لما قاليو بيطلع السولية بيغطي في ظهره اكيد يعني. ويمكن انا قلت مع حضرتك في برنامجك احنا عندنا ثلاثه كان موسيماني تملي بيلعبهم، الراجل بقى بيعمل روتيشن فيهم. حمدي كويس في الحته الدفاعيه، انا ممكن استفاد بحمدي وهو في حته نص الملعب، لو حبيت اغير تغييره بثلاث تغييرات، اشيل مثلا ياسر ابراهيم وارجع حمدي فتحي وانزل مهاجم، يبقى قلبت اللعب من طريقه دفاعيه لطريقه هجوميه من غير ما اغير كذا لاعب. طب كابتن عمرو، ليك تحفظات على الاوناج ولا شايف الشحات وعبد القادر النهارده ازاي؟ النهارده حسين عايز يعمل يعني اصعب حاجه، انت يا حسين مميز ان الكره اما بتجيلك وقفشه لعبها لك مرتين، حط وش رجلك طلقه في البعيده، انت جبتها على اصعب حاجه على شمالك، ادي واحد. عبد القادر الشوط الاولاني انت كنت بتشتغل مهاري فردي، يعني بتشتغل المهاريه الفرديه وليست الجماعيه، الشوط الثاني كنت جماعي بحت، بتلعب علي معلول وبتلعب قفشه وبتلعب السوليه وبتربط مع ديانج وبتربط مع شريف، وما شادي نزل هو ده اللعب الجماعي. انت عارف يا كابتن انت حسين ده بتجنده بيبقى لصالح الفرقه. انت عارف انا لو مدرب هلاعب حسين ده فين؟ ايوه ايوه، اوعى تقول لي في نص الملعب. قفت ولدت. اوعى تقول لي في نص الملعب. والله العظيم العبه في نص الملعب مكان اللي هو مش بديل قفشه، تحت الفرويد. والله بديل قفشه، برافو عليك. تحت الفرويد، تحت الفرويد اللي انا بعرف اجيد اقدر اشتغل، ما انا ممكن بدل ما انا اغير رايك. بص بقى، اولا عنده سرعات كتيره كبيره جدا، ثانيا بيوجد الانقضاض لان هو كان باك رايت فبيعرف ينقض كويس، ثالثا كنتروله على الكوره رائع. احنا ممكن نقول حاجه يا استاذ محمد، توفر الثلاثه اللي تحت الفرويد ايا كان مين هم، بس بالثلاثه بالذات بتوع النهارده اللي هو حسين وقفشه وعبد القادر، اريحيه اتحرك زي ما انت عايز. بس انا اللي بقوله لك ده، خليك من جوه، بس انت خليك من بره، انك تنزله تحت كبديل. طبعا صح كده، بيسدد من تحت، من تحت رجليه، بيجي من تحت كويس قوي. بالظبط، التحرك ويقدر يعمل الثرو باص والحاجات دي كويس قوي. صح، يقدر يعمل الوان تو والدبل باص والحاجات دي ايجابيه. بالظبط، لا واقدر اعمل التغطيه العكسيه والتغطيه الايجابيه دفاعيا عشان انا كنت في يوم من الايام باك رايت. بالظبط. مدربين برضه يا استاذ محمد. لا طبعا يا كابتن، انت لعيب كبير يا كابتن، وحد يقدر يتكلم. حبيبي يا استاذ محمد، ربنا يخليك. انت مبسوط النهارده من هاني؟ هو هاني حصلت له ثلاث حاجات كانوا مفاجاه بالنسبه له. اول كادنا في انقل رجله في الدقيقه 7 خوفته، والثانيه الالتحام في الكوره خوفتنا كلنا. انت اي خبطه دلوقتي انت بتروح في الرايت الشر للرباط. لا وبعدين في اليمين انت بتتكلم كمان في الباك رايت، يعني انت اكرم باك رايت، كريم فؤاد بيلعب باك رايت، ما بقاش باقي غير هاني. يعني ما هو الاثنين اصابات، والثالثه اما حصل الالتحام بينه وبين مصطفى دويدار ودخل في الاعلانات بره اللي قعدته بره اكتر من دقيقتين. يعني انا كمان يمكن نوهت عنها، انا وانا مركز وبتفرج ما حدش خد باله بخروج كوكا ده، وهو بيسخن خرج بعد اول التحام، ما لحقش يلتحم حتى. مظبوط،
يعني ما حدش خد باله، حتى المذيع حتى كل الموجودين ما ركزوش الا وهو خارج للدكتور بس. ففي حاجات كده الضغوط انما هاني كان كويس يا كابتن في رايك؟ اه طبعا، بقاله خد بالك، ده تالت ماتش على التوالي، برافو عليك. حتى ماتش سيراميكا اللي الاهلي تعادل فيه، انا بقول حظه السيء ان الاهلي تعادل، فمجهوده رائع، ما بانش هاني يعني، والناس ما حسيتش. انت الشغل والجراءه والاريحيه انك عايز تعمل حاجتين، ارضي جماهير النادي الاهلي ان انا ادائي كويس، وانا يعني مش موضوع بديل، انا لعيب كويس، ارضي الراجل وامكانياتي عشان ما يفكرش يجيب حد يلعب عليا. دي ثلاث حاجات بيدوروا في دماغ اللاعب. طيب، ازاي تبقى امكانياتك دي كهاني لعبت منتخب مصر والنادي الاهلي كتير، انت واثق في نفسك تقدر تحل الغاز اول لما يطلب منك تنزل. طب الزمالك اتعادل النهارده، هل ده الاهلي يبني بقى على كده، ولا انت شايف برضو لسه؟ احنا خد بالك احنا دلوقتي داخلين على ثلث الدوري. تمام، يعني النهارده الزمالك بقى الفرق 5 نقاط بعد التعادل. تمام، ده انت شايف لسه الدنيا بدري، ولا ابتدي الاهلي يبني بقى؟ لا خلاص، لا لسه بدري يا استاذ محمد. انا عندي مبدا كويس قوي، انا امشي عدل وبعدين ابص. امشي سليم وبعدين ابص، ما ابصش الاول وبعدين امشي. لا بس انت في دوافع معنويه، يعني انت لما بتلاقي الدوافع المعنويه هي اللي عامل لنفسي كلاعيبه النادي الاهلي ان انا اكسب واعلي الفرق بيني وبين النادي الزمالك، وما ابصش. ما ابصش، امشي كويس. طول ما انا ماشي كويس هتلاقي اللي ورايا هو اللي قلقان. تمام، مش انا اللي قلقان. طول ما انا ببص انا وصلت للنقطة رقم كام، انا اللي ابتديت اقلق فهبتدي افقد. تمام يا لا انا امشي كويس ومليش دعوة باي حد وراي، ايا كان بقى نادي الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، انا امشي كويس. 3 بونت بالنسبة لي بيعملوا حاجتين، المكسب بيديني 3 بونت، لو حصل تعادل للمنافس ليا بيديني 5 بونت، لو حصل هزيمة يبقى المكسب بالنسبة لي 3 فوق و3 اللي تحت يبقوا 6 بونت. تمام يا كابتن. كابتن عمرو يعني اثرتنا كالعادة يعني. حبيبي يا استاذ محمد، ربنا يكرم حضرتك. الله يخليك كابتن عمرو الحديدي، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق، شكرا جزيلا لك.